لا شيء للتوضيح أنطونيو، غوادالوبي تريد الرحيل ولا أرى داعيا لاعتراضها. لا لويزا من فضلك، غوادالوبي اقتربي. ما القصة؟ لما هذا الإصرار على الرحيل من بيت أبيك؟ لأسباب خاصة، أنا لم أتعود بعد سيد أنطونيو. لا مهلا، لا تحاول خداعي، أنت فتاة بسيطة غير متطلبة في الحياة، مستسلمة كثيرا برأيي. يصعب علي تصديق أنك لم تتعودي على البيت. في الحقيقة ماذا؟ أساء إليك؟ لا ليس هذا، المسألة أن عمتي لويزا صارمة جدا. أنا لا أنتقدها، أعرف أن هذا جيد، لكني لم أتعود عليها. حاولت التأقلم وفكرت أني سأتعلم بسرعة قوانين المنزل، قواعد عمتي لويزا وضعتها. حلمت بأن أصبح آنسة راقية كابنتي عمتي، وأن أكون فعلا ابنة عائلة سامبرانو، أن أحمل هذا الاسم عاليا وأن يفتخر كل أفراد العائلة بي. لكن سيد أنطونيو، أحيانا أظن بأن هذا غير ممكن. أعرف أني المسؤولة، ارتكبت هفوات كثيرة، لم أحسن التصرف. على الأقل تعترفين بأخطائك. بأخطاء لم تسامحيني عليها، بصراحة لا أفهم لماذا. أشعر بأنك لا تحبينني، يزعجك كل ما أفعله وكل ما أقول. أشعر بأنك تنكرينني. هذه تصورات غوادالوبي، أنت فقط غير معتادة على العيش في نظام مع قواعد بيت يحترم أهله الأخلاق. تعلمين أن هذا غير صحيح. إن كان بشأن ديانا، أرجوك ألا تذكر ديانا، فهذا موضوع خاص لا يهمك. أعتذر. لا لست مضطرة للاعتذار. أنطونيو، إنها صعبة الميراث، حتى زوجها وأولادها يزعجهم هذا التشدد في النظام والسلطة، لكن لويزا ستتغير. صح لويزا، يجب التحلي بالصبر مع غوادالوبي وأن تكون أقل تشددا، فهذا أفضل لويزا. أنطونيو اسمعني، ستتغيرين مع غوادالوبي. حاضر أنطونيو، كما تريد. هل ترين؟ لا داعي لأن ترحلي عن بيتك، عمتك تريد بقائك. صح لويزا؟ صح أنطونيو. حسنا، بعد الآن لا تخشي شيئا، ستفعل ما بوسعها لأجل راحتك. ستأخذين مفتاح الباب الرئيسي لتدخلي وتخرجي حين تريدين، وتستقبلين ضيوفك في الصالة، وبالطبع تتجولين في كل البيت كما تشائين، وأهم من كل ذلك تأكلين في غرفة الطعام مع كل العائلة. حقا سيدي؟ أنطونيو انتظر، ألا يمكن أن... صحيح لويزا، صحيح أنك ستفعلين كل ما أقوله لك. نعم أنطونيو. شكرا عمتي. أترين؟ من الآن فصاعدا لا مشكلة، فعمتك لويزا ستعمل على جعل الأمور أسهل لك، إنها تعرف هذا أليس كذلك؟ حاضر أنطونيو، كل شيء سيكون كما تريد. حياة غوادالوبي لم تكن أبدا سهلة، رغم كل ما أعطيتها من حنان كانت دوما تفتقد لأبيها وعائلتها. إنها زهرتي البرية، هي مثلها على جانب الطريق، ترى مرور الحياة آملة أن يتوقف أحد يوما ما وينظر إليها، أن يأخذها ويبتعد بها ويحبها. اعتقدت أن هذا الشخص هو أنت،
وأنا أريد أن أعرف إن كان أنت، وإلا فأنا لن أسلمها لك. أريد الزواج منها سيدتي، أي دليل أفضل على صدق نيتي؟ كنت تحب امرأة أخرى، ومن تكون؟ ابنة عمتي لوبي. قصتنا انتهت. أعرف تماما أني ارتكبت خطأ جسيما، إنما حين حاولت تصحيحه بقطع العلاقة مع ديانا لم توافقني الرأي، رغم علمها بأني لا أحبها. لكن هي تحبك. حسنا، هذا ليس ذنبي. أرجوك سيدتي، يجب أن تساعديني. أقنعي غوادالوبي بالعودة إلي. إن كانت تريد وأنت موافقة، فأنا مستعد للزواج منها حالا. كم أنا متأثرة. أنت الآن تطلب مني بشكل رسمي يد غوادالوبي. أنت كأمها وإليك يجب التوجه. موافقة؟ يسعدني هذا كثيرا. أعترف لك بأن الرجال الوسيمين يسلبون عقلي. شكرا. رغم معرفتي بأنك زير نساء، أصدق بأنك تحب غوادالوبي. تزوج منها، أعطيتك بركتي. هل تعتقدين بأنها ستوافق؟ في الواقع لو كان الأمر بيدي لقلت لك أمسك بذراعها وأسرع بها في الحال إلى الكنيسة. المسألة أنه تعلم لوبي لها تفكيرها الخاص. برأيك هي لن تسامحني. اسمع، المشكلة لا تتعلق بك بل بقريبتها. فغوادالوبي لا تستطيع مطلقا أن تلحق الأذى بذبابة. مستعدة للتضحية بنفسها فقط كي لا تسبب لتلك الفتاة أي عذاب أو ألم يذكر. على مهل سيد أنطونيو. جيد، شكرا. ممتاز، حين تأتي سيدة أنجيلا وتراك ستفرح كثيرا. كيف تشعر؟ أنا جيد جدا، بل سعيد. أكره هذا الفراش. وأنت، انتهت المشكلة مع لويزا؟ الواقع لم تكن مشكلة مع عمتي، فقط أحيانا لا أفهمها. غوادالوبي، كل شيء سيتغير، لكن يجب أن تعيديني بألا تنامي خارج البيت دون علمها. ولكن في بعض الأحيان لا أجدها أو أنني أتأخر. غوادالوبي، دون أعذار، تجنب المشاكل مع لويزا، اطلبي إذنا فتعطيك. تعيدينني؟ حاضر. شيء آخر، أريد منك أن تعلميني بكل ما يجري في ذلك المنزل، حتى أصغر التفاصيل. وطبعا يجب أن تبقي هناك حتى قراءة الوصية، لا يمكن أن ترحلي لأي سبب، واضح؟ نعم واضح سيد أنطونيو، سأفعل كل ما تقوله لي. أنت وحدك هنا؟ صحيح حبيبي، لكن ما كان يجب أن تأتي. تعرف أنه من الخطر أن تأتي. اشتقت إليك، يجب أن أراك. اليوم؟ اليوم عيد الأمهات، لابد أن زوجتك تنتظرك. لتنتظر وتتوقف الدنيا حبيبتي، لا يهمني سوى أن أكون معك. وأنت تعلمين، تعلمين أنت أكثر ما يهمني في الحياة. أنت هائلة، تثيرين جنوني. عيد أمهات سعيد. ألفريدو، عيد أمهات سعيد. لماذا أزعجت نفسك هكذا؟ كيف لماذا؟ لا تقولي هذا إسولينا، أنت تحبين تلقي الهدايا. أحضرت هدية لك أيضا أجديتا. من لا يرزق بأولاد يحظى على الأقل بأولاد إخوة، وأنت أجديتا لديك ولدا أخت رائعان وجار ليس على مزاجك، لكنه يحاول أن يكون كذلك، كما أنه يشكر لك رعايتك وعنايتك واهتمامك الدائم به. هيا خالتي قولي شيئا، لن تبقي للمرة الأولى في حياتك ساكتة هكذا، هيا قولي. بصراحة لم أكن أتوقع ذلك منك. لنفتح الهدايا الآن، هيا. صحيح، سأرى ما هي هديتي.
علماني ما إذا كان يجب الرد أو التبديل أو... أوه يا لها من مفاجأة، هدية مميزة. إيسولينا، هل تجرؤين على وضع هذه؟ طبعا لما لا، انظري لقد وضعتها، أحب القبعات وأظنها تليق بي كثيرا. جميلة جدا. رائعة ماما، تبدين فعلا كنجمة السينما. شكرا ألفريدو. لا داعي للشكر. هدية ثمينة، إنها الهدية التي تناسبني. ألف شكر، لا شك بأنه كلفك الكثير. هذا لا يهم، أنت تستحقينه أجيديتا. وبما أن لدينا هنا كاهننا الخاص خوان بابلو فسيباركه لك. أنا أشكرك كثيرا، فعلا أنت تعلم. ألفريدو. لا داعي للشكر. صباح الخير، اعذروا مقاطعتي، كان الباب مفتوحا فسمحت لنفسي بالدخول. أقدم لكم عمتي أوليفيا، السيدة إيسولينا أجيدا وأخوان بابلو، إنهم جيراني. لي الشرف، سأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأشكركم على حسن معاملتكم لابن أخي. هل من مشكلة؟ لا، فقط أود أن أكلمك إن أمكن. أجل، بالطبع، بالإذن. تفضل. أعود لاحقا. طاب نهاركم ونهارك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إنها امرأة غريبة صدقا، عندما تكلمت أحسست بالقشعريرة. رجاء أجاديتا لا تبدأي بهذا على الأقل اليوم، مفهوم؟ أمر غريب، سنوات وأنا صديق ألفريدو، لأول مرة أرى عمته. إنه رجل متكتم، سيتغير حين يقع في الحب، سترى، لأنه يفتقد امرأة طيبة حنونة تخرجه من عزلته، فتاة تلين قلبه بالحب. يسرني أن المشكلة قد حلت. الفضل يعود إلى أبيك أليخاندرو، فلولا تدخل السيد أنطونيو لا أعرف لكنت رحلت عن المنزل. حسنا، تعلمين أنه يجب التحلي بالصبر غوادالوبي. أليخاندرو أنا، هذه العائلة معقدة جدا، مهما فعلت أبدو كأنني أقوم بعمل شائن. أفهمك، أخبريني في النهاية ما الذي جرى؟ القصة متشابكة وقد بدأت مع دانييلا، لقد تصورت شيئا بعيدا عن الواقع، لكني أوضحت لها الأمر و... عفوا، اعذريني، ما تقولين إن دانييلا تصورت؟ كان عنك وعني؟ صح. إذن لم يكن تصورا، إنها الحقيقة. لكن الخام، اعذريني، أنا كنت أريد اختيار جو أفضل، أن أخذك إلى مكان جميل، إلى الشاطئ. أعرف أن مقهى المستشفى ليس مكانا رومانطيقيا، لكن لا أستطيع الابتعاد حاليا لأني مشغول بعدة أمور. ما أوده هو أن تسامحيني، أعرف أنه ليس الوقت أو المكان المناسب للاعتراف بالحب، لكن أحيانا غوادالوبي الظروف تسبق المرء. كنت سأنتظر قليلا، لكن هذا التصرف من دانييلا يجبرني على خطوة أردت التريث فيها. غوادالوبي، إن وجد شعور جميل بريء صادق لا يهم الباقي،
كل شيء يضاء، القبح مثلا يختفي ويتبخر وتصبح الدنيا جميلة. باختصار ما أحاول قوله إني أحبك. ستبقى العرجاء في المنزل بسبب أنطونيو، لإصراره على التدخل في بيتي، في عائلتي، في حياتي. كفى لويزا، من فضلك لا تفكري بهذه الفتاة، لا حل غير القبول بها. إذن لنقبل ونمتثل. أبدا لن أمتثل لشيء. لست مثلك كارلوس، مستسلمة، كائنا ضعيفا يتقبل الهزيمة. أنا أهوى المعارك، وأكثر ما أهوى فيها الانتصار. تأكد أني سأكون المنتصرة، الرابحة الوحيدة. أدخل. هاي ماما. أهلا. أقاطعك؟ بالطبع، إلا أني تعودت. ماذا تريد؟ تهنئتك بعيد الأمهات. شكرا هنري. انظري لك. دعها، أفتحها فيما بعد. الآن دعني وحدي، تنتظرني ألف مشكلة. حاضر. لويزا، لما هذه اللامبالاة مع الفتاة؟ جاء مسرورا ليقدم الهدية فاستقبلته كأنك منزعجة. كأني لا كارلوس، منزعجة. تضجرني هذه المناسبات الغبية. إذن لن نذهب إلى المسرح. كنت أبحث في الصحيفة عن مسرحية جيدة نذهب بعدها للعشاء و... لا تكن سخيفا كارلوس أرجوك، الاحتفال بعيد الأمهات يصلح فقط للعجائز والخاملات لواتي لديهن وقت يضيعنه. برأيي عيد الأمهات هو أحمق اختراع أوجدوه. عيد الأمهات وأنت بكل تهذيب مع هداياك وهاتين العجوزتين. لا تقولي هذا عمتي، السيدتان طيبتان معي، وخصوصا إسولينا. واضح حضنتاك في هذا البيت الدافئ والعائلي. إن جررت مع الناس البسطاء. كفى عمتي من فضلك. عفوا عفوا، لم أقصد إهانة أصدقائك. لا، ليست إهانة لهم بل إهانة لي. أرتاح معهم لأنهم يذكرونني بشيء فقدته منذ زمن، بيتي وأحبائي. تعرف لما فقدتهم؟ أنت لم تنسى. لا أراك نسيت. أنت تلين ألفريدو. غير صحيح عمتي، اليوم هو يوم مميز، ما السوء في الاحتفال به؟ أنت أم كذلك. لا داعي لدي للاحتفال بأمومة ألفريدو. بل لديك داع للاحتفال، فأنت لديك ابنة. بيرلا هي ابنة الرجل الذي أردته والذي تزوجته لكي تبني معا بيتا وعائلة. لا أملك شيئا منه، لا بيتا ولا عائلة ولا شيء. السمبرانو أخذوا كل شيء ألفريدو. لم يكتفوا بسرقة النقود، قضوا أيضا على كل فرصة لنكون سعداء. لم يتركوا لنا شيئا، لم يتركوا لنا غير الحقد. وإن نجونا من تلك المجزرة فليس لنضحك ولا لنحتفل ولا حتى لنبكي على أمواتنا.
نحن أحياء فقط لننتقم من عائلة سامبرانو. صحيح، لكن تعاهدنا ألفريدو، ألا تذكر؟ تعاهدنا أمام جثث عائلتنا، أم أنك نسيت أباك ميتا ومعلقا وإخوتك مذبوحين ببشاعة ولم يكونوا سوى أطفال أبرياء؟ بيتنا المحروق، حياتنا المدمرة، نسيت ألفريدو؟ نسيت؟ لا، أنا لم أنسى شيئا. أنا أكره السامبرانو، ألف مرة أكره السامبرانو، ألف مرة. مفاجأة، وصلت البرنسيسة سمو الأميرة. آسيرة، كيف الحال؟ واثقة من نفسك؟ تصلين مع ابتسامة هكذا بعد ليلة خارج البيت لا أدري أين ومع من؟ كنت في بيتك تشيت سيرة. حبيبتي، هذه القصة دعيها لغيري، لم أولد البارحة، وأعرف جيدا أين تسيرين وأحذرك، لست مستعدة لأن أنتظرك في الليالي لتعودي وأفتح لك الباب. حاولي أن تعودي قبل أن أنام، وإلا فستبقين في الشارع. لا تهتمي سيرة، هذا لن يحصل. تعلمين لماذا؟ لأنهم سيعطونني مفتاح الباب الرئيسي. صحيح. هذا يجب أن أراه كي أصدق. لا هم إن لم تصدق سيرة، سترين ذلك بنفسك. عن إذنك الآن يجب أن أرى ديانا، إنها في غرفتها؟ لا حبيبتي، لم تحسن، لقد خرجت وهي في أبهى حلتها، كأنها ذهبت إلى لقاء مهم وخاص. تفضلي. شكرا. انظري ما لدي، تذاكر الرحلة لكلينا. حبيبي، أخيرا سنذهب سوية. صح، الآن يجب عليك أن تطلبي إجازتك من الإدارة لكي نسافر معا إلى الكاريب. رودولفو، كما ترى قررت أن أتي إليك. ديانا، أنا يجب أن أتكلم وحدنا. أجل نورما، عن إذنك دقائق، أراك فيما بعد. طبعا تدبرت أمرك، وجدت بديلة بسرعة. لكن أرجوك يا حبيبتي، أنت لا بديلة لك. أعرف، لكنك تبدو مسرورا رودولفو. أرجوك، هذه زميلتي، كما أني كنت أحدثها عن رغبتي بالانتحار لأجل امرأة حطمت قلبي. أنت فعلا وقح. ممكن، ما هذه المفاجأة؟ لأكلمك. تفضلي. ألن تدعواني لنشرب شيئا في مكان ما؟ بلى بالطبع، سنفعل ما تريدين. أين نذهب؟ لا يهم، إلى المطعم الإيطالي مثلا. لا تقلق على ديانا، كلمتها وكل شيء سيكون على ما يرام. ماذا قلت لها؟ شؤون نساء. أحيانا أظن أنك تنسين كونك امرأة. بالإذن. يطرق الباب قبل الدخول غوادالوبي. أعذريني عمتي، لا عمل لي غير تمضية نهاري أعذر حماقاتك. جئت أقدم لك التهاني بعيد الأم، إنها هدية صغيرة صنعتها بنفسي لأن النقود ليست كثيرة، أعرف أنها متواضعة وأنها دعيها. والآن عن إذنك أنا مشغولة. هناك أمر آخر، أود أن أكلمك مع عمي كارلوس حول
حول مشكلة البارحة عمتي بشأن ما حدث مع ديانا. قلت لك أن لا تذكر ديانا، لا تذكر اسمها أبدا، تفهمين؟ عمتي سأشرح لك. بما أني أتحمل وجودك في بيتي، حاولي ألا تشعرين به كثيرا، فهمت؟ حاولي أرجوك. رودولفو، أعطيت بكل التفسيرات الممكنة، لهذا أريد منك أن تفهمني وتسامحني على ما حصل. ديانا، أنا فعلا أفهمك، لكن خصامنا خلال مقابلتنا الأخيرة كان خصاما عنيفا ومزعجا جدا، إيه؟ كما أني فكرت أن علاقتنا انتهت. هل تذكرين ما حدث؟ كنت أتوسلك فرفضتني بعناد. حبيبي، أنت تعرفني، لم يكن أول خصام، دوما كنا نعود صديقين. لا بأس، أعترف أن هذه المرة خرجت يدي عن طوعي. حسنا، أعتبرها إحدى فورات العابرة. صحيح، في الحقيقة تصورت أنها من فورات غضبك. وما تلك الإشاعة عن وجود رجل آخر حياتي؟ صحيح، كانت إشاعة لتثير غيرتي. قولي الحقيقة. كان هذا من دلال المرأة، وسيلة. لطالما عرفت أني وحيد بالنسبة لك، وأننا خلقنا لبعضنا البعض. إيه ديانا؟ بصحتك. وصحتي. كلامك يسرني، لأنه رأيي أيضا. إلا أن ما أريد أن أوضحه أن هذه الألعاب لم تعد تعجبني أبدا، لن أقبل بها ثانية، لن أقبل. حسنا، أنا موافقة، لأني أنا أيضا تعبت من المشاحنات والمجادلات، حتى أني تصورت للحظة أني فقدتك نهائيا. لكن لا حبيبتي، لما تقولين هذا؟ من فضلك، تعلمين أنك الإنسانة الوحيدة في حياتي. صحيح، والممرضة التي كنت معها. ها؟ أعرف جيدا أنك محبوب من النساء، كما أن تلك الممرضة كانت تبدو مأخوذة بك رودولفو. حبيبتي أرجوك، كيف تقارنين نفسك بتلك المرأة؟ إنها مجرد زميلة. دعينا لا نبدأ مجددا بهذا النوع من الشجار، لأني لا أريده. أريد أن نهدأ ونعود خطيبين كما كنا، عاشقين رائعين. أوكي رودولفو، أعود إليك، لكن على شرط واحد. ما هو؟ أن نحدد موعد الزفاف ونتزوج بأسرع وقت ممكن. تفضلي. ما هذا يا صغيرة؟ ها؟ ما هذا؟ افتحي جدتي فتريح. منذ زمن طويل لم أتلقى هدية، أتساءل ما هي؟ إنها بمناسبة عيد الأم جدتي. صحيح؟ نعم، حسبتها لعيد الميلاد. في الواقع أنت تستحقينها، لأنك أجمل جدة في الدنيا. انظري، ما أحلاها، إنها دمية. أحقا هي لي؟ طبعا، صنعتها بنفسي. دمية رائعة، ستكون ابنتي، طفلتي. ماذا أسميها؟ لويزا. لا، لم يعد يعجبني. عرفت، أسميها بيبيتا. بيبيتا؟ لا يروق لك؟ بل ظريف جدتي. حسنا، إذن أهلا بك في الدنيا بيبيتا. بعد الآن لن أشعر بالوحدة في الليالي حين لا تأتين لزيارتي. البارحة لم تأتي. لم أنم في المنزل جدتي. لا يحسن بالفتيات العازبات إمضاء الليل مع من يحبون.
لا جدتي، أنا لم يعد لي حبيب. كيف؟ تخاصمت معه؟ بعد خصام صغير يأتي دور المصالحة. يا للعذوبة. لا جدتي، نحن لن نتصالح أبدا، قطيعتنا نهائية. جدتي يحب أخرى. يا للسفاهة، كل الرجال سيان. زوجي أنيبال يتأخر كل ليلة، مرتبط مع واحدة من تلك النساء الضائعات. لا جدتي، جدي أنيبال مات منذ سنوات. حقا؟ وما الفرق؟ إذن يكون في الجحيم مع إحداهن. يا غوادالوبي، كل الرجال على خط واحد. ظننت أن صديقك سيكون مختلفا. حين رأيتك مأخوذة اعتقدت أنك لحسن حظك وجدت رجلا صالحا. ولكن هو أيضا زير نساء آخر. جدتي أحبه كثيرا، لا أظن أبدا أني سأحب أحدا مثله. لما ألفريدو؟ لماذا؟ تريد أن تعرف؟ علي دين في الحياة، لن أرتاح قبل أن أرده. دين؟ عما تتكلم؟ عن شيء لا يسعك سماعه. لا أفهم. هذا أفضل، صدقني. أبدا لن توافق على ما أفكر به وعلى ما أفعله. إنها هي عمتك أوليفيا. منذ وصولها وسماعك صوتها تغيرت ألفريدو، أصبحت آخر. أين ألفريدو المحبوب اللطيف؟ أصبحت جدارا، أصبحت نظراتك باردة. على الفور لحقت بها، إنها عمتك، لكني أشعر بأنها أكثر من يؤذيك في الدنيا ألفريدو. أنت مخطئ، عمتي أوليفيا هي كل شيء لي. إنها أمي، ضميري، وصديقتي. بيني وبينها رابط هو أقوى من رابط الدم بكثير. ما يصلنا هو البغض، هو الحقد والثأر. المبلغ كامل؟ كامل سيدتي، شكرا. لم أعطك هذه الكمية كي تقول شكرا. أريد شيئا آخر. تكلم، أخبرني أين تشكال. هذا ما أجهله. عرفته في السجن حين كنت معه. تشكال رجل سكوت، قد تحسبينه مسالما، وحين لا تتوقعين منه يصبح وحشا. صدقيني. أصدقك، إلا أنني لم أحضرك كي تصف لي هذا الرجل. أعرف هذا. كل ما أريده هو اسمه. يجب أن أجده. من أجل هذا يجب أن أعرف اسمه. أنا فقط عرفته بتشاكال. واسمه؟ رامون، أجهل اسم العائلة. فقط أعرف أن اسمه رامون. عفوا، هناك سيد جاء يسأل عنك سيدتي. رامون، أخيرا وصلت. أهلا بك.
رامون، منذ أيام أنتظرك. عذرا سيدتي، صادفتني مشاكل عالجتها قبل المجيء. أقدم لك زوجي كارلوس. الماركيز كوفادونغا، يشرفني العمل معك سيد الماركيز. شكرا. سيرا، السيد هو سائقنا الجديد، أمني له ما يطلب. تفضل معي لأريك غرفتك. لا، سأريها له بنفسي. حضريها، غيري الأغطية، رتبي كل شيء ليقيم فيها. حاضر سيدتي، بالإذن. ستكون مرتاحا جدا هنا. علي التعود على مناداتك سيدتي. مع حضرتك لن يكون الأمر صعبا، فأنا لتوي تعرفت إليك شخصيا سيد كارلوس، رغم أني كنت أراك في الصحف. صفحات المجتمع دائما تجد سببا للكلام عنك ولوضع صورتك، طبعا لكونك ماركيزا. في الحقيقة كارلوس لا يهمه لقبه كثيرا. قل لي، كيف تجد كل شيء؟ البيت لم يتغير كثيرا؟ لا أعتقد، في الواقع لا أذكره جيدا. جئت مرتين أو ثلاثا، كنت نصف متخف حين كان أخي أسكيل يغيب. لم يكن يسمح لي بالاقتراب من البيت، من عائلتي. أما الآن فلا داعي للتخفي، إسكيل لن يطردك. صحيح، تعلمت أن كل شيء قد يحصل، يجب فقط التحلي بالصبر والانتظار. وأنت انتظرت كثيرا، الآن ستحصل على كل ما أردت وما كسبته بوفائك لي. هيا بنا، سأريك غرفتك، ليست كبيرة لكن مريحة، اتبعني. بالإذن. يا إلهي حمايتك لويزا، ما كان يجب أن تأتي بهذا المجنون. هذه غرفتك. ممتازة، بعد كل تلك السنوات في السجن تبدو كالقصر. رامون، سأكلفك بأن تكون سائقي، هكذا تكون بجانبي في كل لحظة ودون إثارة الشكوك. لا أريد أن يعرف الباقون أنك أخي من أبي، فهذا يعيقنا كثيرا، وأسوأ ما فيه إن قالوا لأمي وهي ليست على ما يرام. أمك. لقد آذتني كثيرا حين كنت طفلا، أنا وأمي. انسى رامون، اليوم ماما عجوز نصف مجنونة مسجونة في غرفتها، لن تؤذيك الآن. لا، لا أريدك أن تسأر منها. بالطبع لا، لا تخافي. سأطلب منك شيئا آخر، أن تحذر كثيرا رامون، أرجوك أضبط نفسك، لا أريد أي مشكلة بسبب تهور منك. لا تقلقي، كل هذه السنوات في السجن علمتني كيف أضبط دفاعي. تأكدي سأكون كما تريدين. هذا ما أرجوه، كما لا أريد أن تفعل شيئا دون استشارتي. ستكون هنا بخير وأيضا في أمان، لا أحد يعرفك أو يعرف هويتك. أخطأت، يوجد هنا شخص يعرفني، شخص بالتأكيد لم ينس وجهي بعد.
إدلميرا. ديانا، ديانا اعذريني، آسفة بشأن ألفريدو، لم أكن أعرف ديانا، لم أكن أعرف، صدقيني. لكن الآن اطمئني ديانا، اطمئني، تركت ألفريدو، علاقتنا انتهت، قلت له أن يتزوجك ديانا. تنازلت عنه؟ نعم، سيكون لك. أنا تخليت عن ألفريدو لأجلك ديانا. أنا جادة ديانا، انتهت علاقتنا، ابتعدت عن طريقه كي تستمرا معا. كلامي لا يثير الضحك، غلمت كثيرا. ألفريدو كان أملي الوحيدة في الحياة. قولي لي، هل الإشاعة صحيحة؟ ماذا؟ أنك كنت على علاقة بآخرين؟ من أخبرك؟ ألفريدو يظن أنه غير مجبر بشيء نحوك، وأنه غير مدين لك بأي تعويض، وأنه... لكن ديانا لن أستمر معه، صدقيني. سأتكلم مع عمة لويزا، أظن أنه... ليت الأمور تعود إلى طبيعتها بينك وبينه، لن أكون عقبة بينكما، سأبتعد عن الطريق لكي يعود إليك. شكرا، أنت كريمة جدا، لست بحاجة إلى أن تهديني أي رجل، أستطيع الحصول على أي رجل أريد. لكن ديانا، فكرت بأني سأموت؟ لكن عزيزتي أرجوك. لكن ديانا أنت متيمة به. الحقيقة أني ألهو مع الرجال، وألفريدو كان واحدا منهم، وانتهيت منه الآن، لذا يمكنك الاحتفاظ به، أنا من يمنحك إياه. أهديك إياه غوادالوبي، في مطلق الأحوال ألفريدو تافه جدا بالنسبة إلي. إنه صديق لي، أنا متأكد أنه سيساعدك. نعم، أحتاج للمساعدة لأقضي على ذلك البائس. سيكون ذلك صعبا، فقد تعرفين اسمه، رامون، المعلومات ليست كافية. لكنها معلومات. رامون الشكال. بدأت الأمور تتوضح، أبحث عنه منذ سنوات، وأحاول الإمساك بخيط بأي شيء يقودني إليه، والآن وجدته. كان سجينا واسمه رامون. صحيح هذا ليس بالكثير، لكني واثقة من أني سأجده، وعندما سيحدث ذلك. لا يعجبني أن تقومي بذلك بمفردك، ينبغي أن أرافقك. لا تهتم ألفريدو، أنا متيقظة، انسى أمري وركز اهتمامك على مهمتك في منزل سامبرانو. في الواقع الأمور تعقدت بما فيه الكفاية، لم تكن سهلة بالقدر الذي كنت أتوقعه. لكنك ماهر وأشد ذكاء من عائلة سامبرانو، أنا متأكدة من نجاحك في تنفيذ كل خططنا الانتقامية كلها. اسمعي حبيبتي، أقول كل هذا كي تفهمي الآنسة ديانا، وأتكلم عن يقين لأني عرفتها جيدا منذ الصغر. لطالما حصلت على كل شيء، ودائما أرادت كل شيء، والأكثر غنجا هنا هي الآنسة ديانا. إنها مزاجية وصاحبة نزوات، ترغب بشيء وعندما تناله تضجر منه. لابد أن هذا ما يحدث لها مع المحامي روبنسون. لا، لا يمكن أن أظن ذلك أدلميرا، إنها تحبه متأكدة. وإن يكن ذلك، المهم الآن هو أن تهدئي وتنتظري بعض الوقت لتري كيف ستحل هذه العقدة. سأظل أصلي
كي تنسي ذلك المحامي وتلتقي رجلا طيبا دون تعقيدات غوادالوبي، رجلا يستطيع فعلا إسعادك كما أنت تستحقين. أليخاندرو حبيبي، يا للمفاجأة. تفضل أدخل. شكرا. لكن لما لم تبلغني بمجيئك؟ فالمنزل غير نظيف، واليوم يوم عطلتي، لدي بعض الأعمال المنزلية، حتى أني لم أرتب هندامي لأني لم أخرج طوال النهار. اسمع، لما لا تشرب شيئا بينما أبدل ملابسي؟ لا 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 أورورا، لن أبقى. لا؟ ظننت. ماذا يجري أليخاندرو؟ هل من مشكلة؟ والدك؟ لا لا أبي، لا، إنه بخير. خرجت من المستشفى لأني أردت أن أخبرك بأمر مهم جدا. ما هذه الجدية؟ بمن يتعلق؟ يتعلق بك وبي. أليخاندرو حبيبي. أورورا أرجوك، سامحيني، لن نستمر مع بعضنا. آسف جدا، لكن علاقتنا يجب أن تنتهي. ماما، كم تبدين جميلة، وكم أساء معاملة صورتك، لكني أستطيع رؤية وجهك، عينيك وابتسامتك، كأنك تقولين لي أحبك. ماما، كم أنا بحاجة إليك، كم أتمنى لو كنت بقربي لكي تنصحيني. أنا أحب ألفريدو، لكن أعرف أنه لن يكون لي، بينما أليخاندرو الطيب رقيق ويحبني، قال لي ذلك. لماذا لا أستطيع أن أغرم بأليخاندرو؟ يا إلهي، لو أستطيع أن أنسى ألفريدو.